فكر برا خطي. ريلاكس. انا لا تصدقيني. لا والله سمعت صوت ثاني. أيوة كرة. انا أهلاً يا صباح الخير فيكم في فلوغ اليوم. طبعاً قلت لكم من الفلوغ السابق أنه أنا رح أقسم الرحلة هذه. جزء اليوم هي مغامرة، يعني ما قد سويناها أنا ورامي، فريدة من نوعها، شيء كذا حلو مميز. اليوم إن شاء الله رايحين على مكان حلو كذا في وسط الأدغال، في وسط الغابة. بننام هناك، بنستمتع، بنعيش تجربة مختلفة بين الحيوانات وبين الطيور وبين الأشياء الغريبة. مستعد؟ أخذنا بس شنطة صغيرة. طبعا ما زال حجزنا هنا قائم في منطقة في الجنوب. هي تقريبا تذكرون لما قلت لكم في الفلوغ السابق الجنوب هو أبرد منطقة موجودة هنا لأنها مرتفعات جبال. فطبعا السائق حقنا قال لنا جيبوا جاكيتات، جيبوا ملابس برد، ترى مرة برد هناك. جاكيت في حال يعني لو مرة جمت برد، وجبت لي كذا فستان، قلت عشان نبغى ألبس فستان اللي وريتكم فيه تجهيزاتي اللي لونه أصفر، وجبت طقم ثاني. فاعتبروها الحين الرحلة اللي بتشوفونها كأنها تخييم بس من نوع مختلف. الحين رايحين مع السائق اللي أقول لكم مرة يضحكنا كذا ويطقطقه. بحط لكم الرقم تحت في صندوق الوصف اللي حابين يتواصلون معه. شوفوا كيف الخضار في الجزيرة، يا سلام، خضار خضار خضار. They were confused. Are you checking out? Are you leaving? I'm just taking you to wash it. Tomorrow I will come back. وصلنا للمكان، بنشوف عاد فين الريسبشن. راح ننام هنا وسط الغابة. وسط الغابة قدامنا بحيرة. أول ما وصلنا أعطونا المنيو، قالوا عشان عشاء اليوم لازم نختار من الحين الأشياء عشان يجهزونها. العشاء الساعة كم؟ 6:30. طبعا احنا حجزنا فطور مع عشاء. اثنين تشيكن الفريدو سباجيتي. احس مكرونات خيارات هامة دائما. ايوه طعمها يكون يعني حلو. عندنا حلا بدون سمك. حلا بدون سمك من جد. شوف حلا. استنى لا هذا مو حلا. عايز انه مبهر مغمس. ايوه باربيكيو صوص. طب نخلي سباجيتي مع هذا وناكل مع بعض. نموت. Yes sir, tell me. Yes. Now I come for you. No worries. To confirm, this is okay to order? Of course, my friend. This one? Of course. Yes. For the starters, one salad boys cherry. Two ice cream, okay? Thank you very much, my friend. Thank you. Okay, I'll call someone to pick you to the room. Yes. We can walk to there or? No, she will be. أوكي. نفس زي أمس كنا بنغلط. اليوم لازم تنتبهون يا بنات. رم يعني كحول، بس تبغوا اسألوا دائما إذا واحد راح محل ما يعرف شيء تأكد هل فيه كحول ولا لا. إيه. لأنه خصوصا في الحالة تخافين أكثر. خلاص حطينا كل الطلبات حقتنا حقت الأكل، وخلوني بس أوريكم الإطلالة. هنا المطعم اللي راح نفطر فيه فطور، وهنا في نفس الوقت هو مصنع الشاي. لا مو مصنع الشاي، مصنع الشاي هناك في البداية. هذا المقهى حق الشاي أو الحق اللي يبيعون الشاي. هنا تشترون أيوة وتطعمون الشاي، أنواع الشاي هذه كلها هنا. مزارع الشاي مع غابات مع حيوانات مع كل شيء تخيلوا. في النص في بحيرة. فكرة من مغامرتنا اليوم أو من تجربتنا لليوم هي فكرة مرة حلوة. طيب هي يا بنات مجموعات بابلز مسوينها في هذه في الغابات. بابلز يعني فقاعة من البلاستيك حاطين فيها سرير وكومودينا وحمام كذا بسيط وصالة كذا صغنونة، بس عشان تعيشين تجربة كأنك مخيمة وسط الغابة. تخيلوا بنات هذه البابلز أو الفقاعات عددها محدود في الجزيرة كاملة، 6 فقاعات موجودة على جزيرة. أنا عشان أقول لكم ليش مرة متحمسة نسوي لكم هذه الفلوقات، أبغاكم تتعلمون من أخطائنا. إحنا كنا نحسب إنه حجزنا الفقاعة حقتنا على الجزيرة، على الجزيرة الثانية. شايلين هم متى نطلع؟ متى نطلع؟ وكيف نستأجر القارب عشان يودينا هذيك؟ ومرة شنو هم؟ ألين ما اكتشفنا إنه لما قرأنا العنوان. لا ما قرأنا العنوان. جينا هنا كان عندنا زيارة للمصنع الشاهي. طلنا أنا ورانا هنا. بعدين كان معنا السواق قال هنا البابل. يوم طلعت فيه قلت. إنه إحنا حجزنا هذه الفقاعة هنا عند مصنع الشاي وعند مزارع الشاي. هذه يا بنات الفكرة من التجربة، هذه الفقاعات هي موجودة في قسمين في الجزيرة. جزء فقاعات موجودة في الجزيرة حقت البحر، فقاعات موجودة هنا على الجبال. فإحنا حجزنا في هذه حقت الجبال. طبعا حجزنا اللي في جون كان في الجزيرة، بس لما جددنا الحجز وكنسلنا حجزاتنا السابقة حجزنا الجديد
هنا سبحان الله. طبعا انا اللي لقيتها متوفره في قاعه امام البحيره. طور التشيكن. هذا واحده من المساوئ. معصبه زعلانه صح المنظر. فتح النفس ما يستحق الواحد انه يعصب ويزعل. الحين رايحين بعد الفقاعة واخيرا رامي كذا كانه شوي كذا بتضارب معاهم وقال خلاص يلا الحين خلاص. تخيل ما بقي شيء على الغروب لان تشيك ان مره يسوونه متاخر. شلون اكل خنزير مع النونو حقه؟ اقسم بالله النونو حقه زي الفار. هذا هو صغير زي الفار حق النونو زي الفار. الفقاعة حقتنا وصلنا. ابغى اخذكم الحين في جولة. طيب شوف البحيرة هنا البحيرة. اسمعوا صوت العصافير. طبعا يقولون ان هنا كلها غزلان مليان غزلان هذا المكان. ان شاء الله نشوفهم ان شاء الله نصادفهم. هذه جلسة كذا مطلع على البحيرة. وهنا حقتنا الفقاعة. كل فقاعة ترى تختلف شكلها. كل فقاعة انا حسبت هذيك فقاعتنا اللي هناك كذا تجي شكلها دائري. هذه شكلها زي الكبسولة كذا مستطيلة. هذه ما فيها ثلاجة. اي ما فيها ثلاجة. هذيك فيها مدخلين اتوقع. ايوه في واحدة فيها مدخلين في مدري غريب. اوريكم هنا الشاور. الشاور خارجي. تستحمون كذا خارجي ومغطى. شوفوا تحسونه مفتوح بس هو مغطى. هذا هو الشاور الخارجي مع هنا الشامبو. هنا تعليق ما شفتك. طيب هذا شكل الفقاعة من الخلف. اوكي يلا الحين نجي ندخل جوا عشان اوريكم كيف شكلها. راح احس انه هنا في فتحة قاعد وش ما يدخل صبعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الفقاعة. تليفون عشان نكلم السكيورتي. حطوا لنا الارقام حقتهم كلها هنا. 5 اشخاص هنا الجلسة. اوكي بعدين الكومدينات. السرير في ريحة مرة حلوة. حاطين ورد ودلع. اوكي هنا في كاسات قهوة شاي كل انواع الشاي. طبعا احنا هنا في وسط مزرعة الشاي. وهنا الغلاية. بعدين هنا قسم الحمام الله يكرمكم. المغسلة. هنا المراية. اوكي هنا نعلق الملابس. هنا الادوات. حاطين طبعا ماسكات عيون عشان هذا ما تتغطى في الصباح. فلو واحد يبغى ينام زيادة يلبس الماسكات حقت العيون. مناديل. استفرار شعر. ادوات صيدلية. هذا باب خارجي. باب خارجي مدخل ثاني. ايوه. اوكي طيب فين البلوعة؟ صراحة يعني لخبط شوية. هذه سلة ملابس نسخة. زي كذا في الجهتين. بلوعتين بس واحدة. اوكي هذا ايش في موجود؟ ستورج دولاب. حلوة الفكرة. اخيرا شنطنا وصلت. بيرفكت ثانك يو فيري ماتش. كيف تحس عن اللي شفناه احنا في يوتيوب؟ تحس مرة بسيطة ما هي زي اللي شفناه على يوتيوب صح؟ اللي شفناه على يوتيوب احلى مرة. احلى ما ادري هي ذيك. هذيك فيها حتى صالة. انا شفت صالة وغرفة ايه اكبر ومدخلين. مدخل اول تسكرين الباب عشان في حشرات ولا مدري ايه بعدين تسكرين الباب الثاني. ايوه نلعب بس مع سكرابل وحنلعب. ايه في العاب. هذه يبغى لها انجلينزا مرة كثير. ما في مشكلة تعلم انجليزي انا وانت. في تشيس. ما اعرف العب ذيك. هو شو احنا نتعلم حق كل الالعاب والانجليزي ونبدا نلعب. بعدين نكون تشيك اوت. اوكي يلا جهز انت عشان قرصات الناموس. اوه استعد يلا. يلا استعد. عشاني خايف لبست بنطلون طويل. لبست جزمه. اقسم بالله مقربه ملابس مقربه. اقسم بالله. يقول اهم شيء الراحه انه ما يتقرص من الناموس. مو مهم انه يتشيك. مو مهم يكون. اخر همي الشياك. اهم شيء رجلي ما تكبر الثاني. انه لو صارت رجلي اليمين كبيره رجلي صار نفس اليمين. ما تدخل في الجزمه. يعني لبست جزمتي وحسيت بالم شوي. مطر يا جماعه مطر. الله احلى استقبال. احلى من استقبالهم. شكرا يا ربي شكرا على هذا الاستقبال الحلو. اسمع صوت المطر في البابلز. ابغى اسمع صوت المطر هنا.
كان يوم ممطر طوال اليوم، واجمل فقره عندما صحينا من اشعه كلها عرب الدفتر، كلنا كلنا جينا هنا مبكرا وشاهدنا غزلان. تخيل هذا دفتر ذكريات تكتبون فيه كل يعني كل ما حد يجي يكتب شيء. شوفوا شوفوا اغلبوا عرب، كل شكله هو الدفتر الوحيد العرب. اول واحد كان شو اسمه بدا فرنسي بعدين زحلطن اسمه فيرجس ازوا، بس بعدين كذا اخر ليله في موريش السفتي زينا. تتركون زوجاتكم لحالهم، الحيوانات تهاجمهم، حافظوا على اغلى ما. هذا يذكرني بواحد ما تقول اسمه هنا. من هو؟ انتظر الغزلان، ابغى الغزلان تيجي. السنة اجمل تجربه مع حبيبتي اختي ووالدي الجميل. الله، راحت مع اختها وولدها، روعه روعه. واضح انه ما سكنوا هنا الا في هذا، هذاك اللي هناك يمكن ايش هذا، هذه ثلاثه رقدوا فيه. شعور جنن ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الكولا طلعها رامي، يقول برا ابرد يعني ما يحتاج ثلاجة خلاص. طلع برا. اوريكم بس كيف جهزت الاشياء. الطاولة انا حطيت كل اشياء الناموس عشان رامي اللي يعني اول مره يشوف هذا الفلوج لسه ما شاف الاجزاء اللي قبل. رامي عنده حساسيه من الناموس، واحنا جينا على يعني وطن الناموس، كلها ادوات ممكن تساعده ان شاء الله انها تساعده. هذه حبه حساسيه تساعده انه ما يصير يعني يتحسس. هذه اساور، اوكي هو راح ياخذ ثلاثه وانا واحده. طارده للناموس، وهذه برضو اسوره تنحط فيها، هذه برضو شيء طارد للناموس، وفي واحده في رجله برضو يعني اسوره برضو طارده للناموس. بطلون. هو اخذ لبس مقفل تمام، اصلا برد الحمد لله. لازم تجيبوا معكم مويه، ما عندهم مويه، ما ادري لو هم يبيعون عندهم اصلا. كل المنتجات هنا المويه حقتهم مره غاليه، اوفر لكم ان انتم تشترون من بقايا لو اي شيء. طيب وجيبوا معكم زي كذا سناكات اكل. 6:30 بعد كذا يقفل المطعم. لا الى 8 هو بس يقول لك تعالي بدري. ام احنا جبنا هذه من اول، لسه ما استخدمناها، كذا بالمويه، مكسرات، بوب كورن، جبت لي شيء زنجبيل مع ليمون، قهوه عربي، قهوه الرامي نسكافيه، بسكيت وشيء زي كذا. والله حيكون خيال، مره خيال عشان بارد الجو. هذه عندهم طن، احنا جينا على موطن الشاي، تعرفون هنا مزارع الشاي فموفرين كل انواع الشاي. بس خلاص، وهنا عاد زي ما قلت لكم يا رب تيجي الغزلان الحين. نفسي احط هنا اكل عشان تيجي هنا، ابغى تحوط علينا كذا، الحيوانات كلها بتحوط علينا واحنا نايمين، واشوفهم كذا ودلع فيهم يقول كيفي كيفي مفضل. يعني يا بنات حطي لكم هنا كشاف في الدرج عشان في الليل اذا طلعتم يعني خذوا معاكم قبل ما تتعشون زي كذا. ان شاء الله انهم يعلمونكم بالتعليمات. طبعا احنا ما علمونا ولا شيء، بس احنا شفنا في يوتيوب. عشان الموظف زعلان فدخلنا فيه. قلت في البدايه قلت مره كان منفس، بسم الله علينا. شوف لبس طبقتين بدل الجو يصير بارد. رامي اطلع اطلع بالصندل الثاني هذا، اطلع بهذا تحس احسن صح. بنطلع نتمشى انا ورامي نستكشف المنطقه. ايش هذا الجو ضباب؟ خلينا ناخذ مظلتي اجل، بس انتبه انتبه. أيوة لا قصدي لا تخرجني من من أيوة من مالك الحدود. اي مالك بس امشي معك. ناخذ المظله الثانيه افتحها لي كيها لصق انا بوجهي. اوكي دقيقه امشي معي. لا 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 تسحب هنا. طيب اوكي افتح الحين. ايوه هاي كفو يا صاحب الظل الطويل. ما ادري شو هو. لا بكون قدامك. حتى عند المتابعين. بنات أباكم تشوفون هذه المناظر وتسترخون تسترخون. لو أقول لكم إيش ريحة، ريحة كذا ريحة مطر على ريحة برودة كذا، شيء بارد منعش. هذه هي البحيرة اللي تطل عليها فقاعتنا. شوف فقاعتنا هناك، تشوفون بعيدة من شيء أبيض.
تلقط الكاميرا الجمال هذا ما تلقط أبدا أبدا. هذه هي بسم الله كنت بطيح. هذه هي الفقاعة حقتها. بالله عليك نبغى رحلة من دون أي إصابة. الله يرضى عليك. طيب خلاص آخر إن شاء الله مرة. والله ما أتوقع شيء. إيش هذا؟ من جد كل مرة نسافر لازم يصير لي إصابة. تواء كاحل، عضلات ضامة، مدريش. استغفر الله تسمم. بس استناني طيب خليني قلت لك خليني انا قدامك. خوين نفسك الحين الرحله هذه كلها. لا ايش هذا الصوت؟ ايش هو صوت الحيوان ذا؟ وش اسمه؟ بقره ولا شيء ما ادري شو. قاعد احاول القط صوته وهو طلع من هنا الصوت بس ما ادري شو هو. ايش كل محل هذا له مدخل. احنا هذا مدخلنا. إيه هذا مدخل باب اللوج الثاني وهذاك مدخلهم هم اللي هناك. اوكي اوكي صوت الحيوان هذا شكله اللي جوة المويه صح؟ نسيت فرس البحر. فرس البحر فرس البحر ما تعرفه؟ اللي لونه بني كذا فمه كبير. مستر قشطه. مستر قشطه سمعتم يا بنات؟ ان شاء الله كل قط الصوت انت بينزل. ها كيوت ورد يجنن مره حلو. اظن ورد مع فاكهه او ما ادري. ما بتفلسف ما بتفلسف. هذا طين الحين. ضباب يا بنات ضباب قوي قوي ما شاء الله مع برودة. واو واو يا سبحان الله. انت مرة خطر بالمظلة مرة خطر. يا ربي اذا سمعت صوت وراي اخاف. اي عادي بس تشم عيني. يلا عشان اشوفك عشان احميك. قسما بالله الطبيعة أجمل أجمل من اللي جالسة أشوفه في الكاميرا. حتى في الكاميرا مبين الحدود في الطبيعة مو باين شيء. هنا نسمع صوت حيوانات مرة كثير وأنا مرة جيعانة الحين. بقي نص ساعة على إنه يصير 6:30 ويفتح العشاء وقت العشاء. ليش نحن جوعانين؟ إحنا ما تغدينا. انشغلنا بالتحضيرات في هذه. وأمانة اليوم قمنا شوية متأخر. اليوم قمنا عن اليوم مرة انبسطنا كذا نمنا نومة عميقة. ايه. قلنا خلاص ما رح نحط منبه ولا شيء. طبعا عشان أمس رحنا شفنا الدلافين كذا فقمنا مرة بدري. فاليوم أخذناها نوم مزبوطة. حتى حق اللي يطبخنا البيض قال وينكم تأخرتم اليوم. كان خاص فينا. أيوة. شوفينا في اثنين يمشون. والله. غزال غزال. مرة غزال. غزال واحد غزلان. إيه إيه هم قالوا إن هذه جزيرة الغزلان. هي اسم الجزيرة. بعدين هنا حاطين إنه تشوفون غزلان مرة كثير وكذا. والحين زاد المطر. ما يشوفون كامبي. بسم الله عليها خافت خافت. إيه إيه هم يهربون من البشر. والمطر يبغى يأثر عليهم. روبن هود القوس بين يديه. في 2017 التواء كاحل مع تمطط الأربطة حقتي بسبب زي كذا. هذه الأجواء كنت في بالي ودخلت رجلي جوة حفرة مليانة طين وموية. هذولا الغزلان الثانيين اللي قرب البحيرة. وفي صوت هناك ما أدري شو فرس النهر ولا صوت بقر بس أحسه أقرب صوت فرس النهر. يا رب يا رب الصوت ما دخل المطر. تسمعون صوتي كويس؟ بدون تعالي اي هنا نشوف المايك هنا فتحات ممكن ندخل المطر. جينا الساعة 6:30 يعني ميتة جوع. تخيلوا ما في لحنا ما في ولا أحد.
اخر شيء التحليه، الاكل ينجنن. انا ورامي يعني مو بس لحسنا السطوح، السطوح طلعنا فوق بعدين متر متر لحسنا الصحون. واو لذيذ لذيذ مره. الحين الايس كريم رامي ذاق قبلي يقول يجنن طعمه زي ايش رامي؟ يقول زي ايس كريم السعوديه. مره اشتقنا الاكل السعوديه والله، ما في زي اكلنا مهما كان. مرة حلو، مرة أحلى من حق المنتجع مليون مرة. لا المنتجع حقنا أكله أقسم بالله ما أشبه في الحياة جد، لا بهارات لا لا طعم شكل، بس ما في طعم. مو سيء بس يعني مو واو. إيه لا لا مو سيء مرة أنكم ما تأكلون تموتوا من الجوع عادي. حتأكل تشبع بس ما في تذوق. إيه ما في نكهات. صرت تقول كلماتك. رائع رائع تعلمت نكهات يا بنات أكل المنتجع. ما أحس إيش هذا يعني أكل لما أساك حقنا يعني مثلاً يعني يجيب لي أكل من أكل الشوارع ولا شيء طعمه ألذ بمراحل. كل مرة أقول ألذ من حقنا، ولما رحنا رحلة الدلافين وأكلنا المشوي الباربيكيو شيء بسيط يا بنات شيء بسيط، قاعد أقول ألذ من أكل المنتجع. أوكي أوكي نمشي حبة حبة على قلبي حبة حبة. بردانة بردانة بعد الآيس كريم. جمت الحين دفيتي بعد الآيس كريم. والله ما دفيت ولا شيء. يلا ها شوفي. أوه. حرفين بس تقولك شوفي. طبعا دقيقة هذا أبو كل مرة دقيقة نفتح الجوالات أحسن. إيه بالراحة يما شوفي كيف الظلام. ريلاكس أنا 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 لا تصدقين. لا والله سمعت صوت ثاني. أيوة كرة. أنا ريلاكس. برد خلص الحين ركزي أكثر شيء. إيه أشوف الحفر اللمبات ذي. ولو ستوقع إنه قدام ما في لمبات. شفت الغزلان؟ يس شفتها. الحمد لله إني صورت. صار الليل ولا حشرة؟ ولا صوت اللمبة؟ ولا صوت الصدق حشرة؟ كاميرتي مرة ثلج. كل شيء ثلج. بس صارت ثلج. من جد والله بطاطس كم فني جبته من جد؟ إيه ليه نسيت؟ أنا استغربت إنك ما جبته. هو كان ممكن يدفينا. شوف شكل السماء. الساعة 9:30 بس بننام بدري. أصلاً إحنا ننام بدري، حتى الأيام اللي قبل كنا ننام بدري. أوف حس إن صوتي باني قاعد أرتجف من البرد. الحين بتطفي كل اللمبات، ما أدري إذا راح يبان ولا لا. ظلام دامس يصير بس باين ظل الأشجار هذه. يعني بيني وبينكم بيني وبينكم ها من دون ما أدري رامي ما يخوف، يخوف في الليل شوي شوي بس شوي عشانك معايا. يلا تصبحوا على خير، شوفكم إن شاء الله بكرة الصباح. لو كنت الساعة 4 بقف معاك.
يعني كان يوم غريب. أمس في الليل كنت مرة خايفة، كان ظلام دامس وما خليت رامي ينام، الحين صاحي زعلان. لا عشان أقوم الفجر سالس ما تفاجأ إنه غير أقدر ترقد أصلاً. أصلاً تخيلوا حتى الساعة 3 الساعة 4 ساعة كل شوي كل ساعة لازم أصحى كل ساعة لازم أصحى. تخيلوا القمر فجأة طلع، يعني مو مرة طلع تماما، في سحب بس يطلع كذا لحظات تطلع يطلع القمر كذا يقعد دقيقة، ضوء القمر سبحان الله مرة قوي يدخل في عيني يدخل في عيني، فكل شيء يصحى كل شيء يصحى كل شيء يصحى. أعطونا هذه الماسكات حقت العيون، رامي لبسها بس أنا ما لبست، حسيت كذا إنه وضع خطر ما أقدر ألبس، ما أدري ليش حسيت إنه لا أبغى عيني مفتحة عشان أطمن على نفسي أشوف. كل شيء أصحى كل شيء أصحى كذا طالع أنا أقول في شيء جاي هنا، دب، غزال، ذيب، حمار وحشي، زرافة، إيه ممكن صح ممكن ديناصور. بس والله كان شيء غريب مرة، ما أدري كيف شرح لكم الشعور، غريب غريب. بكتب ذكريات زي ما كتبوا، بسم الله ناخذ مظلة كذا شوية تمطر شوية لا لا ما أحلى صباح ما شاء الله. بقى حقتنا الكورة هناك، والله دايت كورة كان حلو. طيب خلينا نشوف نلمسها، مو بارد بما أنه درجة الحرارة أحسن من لو قاعد برا. لا مو باردة، إيه مو بارد كذا، مو بارد بس برد مرة. لا الحين لا الحين ترى في شمس ما ينفع المقارنة، بس يوم اخذته في الساعة 12 الليل لا كان يعني مقبول مو بارد. بنسوي تشيك اوت بعد شوية. والله احس هذا الشيء سيء في هذه البابلز، اللي تشيك ان مرة متأخر ولا تشيك اوت مرة بدري، كيف كذا مرة قصير الوقت، يعني ما مدانا يعني نستمتع، ما مدانا نسوي اي شيء غير انه امس يعني ما دخلونا بدري 4:30، تخيلوا تشيك ان الساعة 3 وتشيك اوت الساعة 11، يعني ما يكفي ليلة واحدة صراحة، او يمكن تكفي ليلة واحدة بس تعالوا بدري، تعالوا مرة 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 بدري. والفكرة عشان نحن بشتاء، لو في صيف الشمس تشرق على تغرب على 7 7 اي اي يكون عندك مجال اصلا، انت سويتي تشيك ان تمشيتي كم ساعة يا بعدين. وامس ضباب زيادة فوق انه تغرب الشمس بدري ضباب، فظن لما تبدري ايه هك خنزير. معقول هو هذا صوته اللي امس ازعجنا؟ ما اتوقع، لاني بحثت عن الخنزير البري ما طلع هو، وين حق النونو؟ أكره. شوفوا الخنزير والغزلان هناك، حست فينا ربت. تحس المكان غلط؟ لا لا هاي هاي لا شوفي كذا ما اتفقنا، ولا شوفي ما اتفقنا ما اتفقنا لا لا ما اتفقنا. هذا المكان اللي تعشينا فيه امس الحين صار واضح، امس في الليل ما باين ولا شيء. تشوفون المحيط هناك، احنا طبعا في المنطقة الجنوبية. انني قرأت من ضمن تاريخهم انهم استوردوا هذا الغزلان وخلوها في الغابة، استوردوها وخلوها في الغابة انها تتكاثر وزي كذا. أمس العشاء ما في لنا ورامي، الحين الفطور ما في لنا ورامي، ومدة العشاء والفطور قليلة يعني ساعات. يو فنونة حقه من الصغنون. الفطور حقنا بسيط مرة، بيض، ما هو زي العشاء أمس. أوخ العشاء أمس شيء لذيذ مرة. جينا على المتجر حقهم بنشتري شاي لأهالينا ولنفسنا، طبعا أنواع الشاي مرة كثيرة، ليش أنا بس دان موجود؟ ثعلب صح؟ وليش هذا؟ مرة ديسكاستينج. إيه قطط أحسبها ثعلب من بعيد باين طلع قطط، وش اسمه شكل ذي منطقة خنازير والله مرة يع. منظر البحيرة بدون ضباب زي أمس،
شايفين؟ بروح البس فستان، بتكشخ، بسوي ميك اب خفيف. 9:30 بقي لنا ساعة ونص على تسجيل الخروج، فبنجلس هناك في هذا الجلسة اللي هنا انا ورامي، نتقهوى، نسولف، نستمتع. والله يا بنات انا ورامي ايش جالسين نقول؟ قاعدين نقول انها ما تكفي صراحة يوم واحد، بسرعة الوقت مر. كل التعليقات احنا اخذناها ليلة واحدة، لانه كل التعليقات اللي كانت في بوكينج يقولون ليلة واحدة كافية، انه انا ورامي جالسين نقول يعني مرة ما هي كافية ابدا، بالعكس حقها ليلتين. دانا ما مدانا بس الا نستمتع، لا قرأنا كتب لا شفنا شيء ولا حاجة، بس استمتعنا بالمناظر، التجربة، بس كانت سريعة. والله حقها ليلتين، هذا رأيي انا ورامي. جهزت لبسي، هذا هو. اللي حابين يعرفون تفاصيل الملابس حقتي، ايش اخذت معايا ملابس كذا وحاجات مره تضحك، يعني ملابس صيفيه والجو كان مره بارد بالنسبه لي انا. حتى انت بس هنا انت تقول بارد ولا؟ بس يعني ما هو صيف صيف، يعني مو صيف صيف زي ما احنا تصورنا، قلنا لا جزيره مستحيل تكون مره شيء بارد، يعني كانك طالع الباحه، عرفتي اجواء كذا 23 22 يا 17، امس في الليل كانت 16 في الفجر هنا. روحوا شوفوا الفلوج بحط لكم اياه تحت، اللي هي تجهيزي لهذه الرحله. شوفوا ذي الاسوره، مو اسوره، سلسال، سلسال في له زي كذا حجر من يعني مصممينه على شكل سلحفاة. هذه رامي كذا اهداني اياها لما رحنا جزيرة، لا رحلة الدلافين، بعدين جزيرة جوز الهند، جزيرة جوز الهند. روحوا شوفوا الفلوق اللي قبل ده، من يوم اهداني اياها انا لبستها، الحين فكيتها قلت عشان اباكم تشوفون كيف شكلها مع الفستان، مرة حلو. هذا لبسي الثاني او التنسيق الثاني، هذا مرة مرة حلو، جميل وهفهف صيفي، يناسب يناسب مرة هذه الاجواء، مرة مرة يناسب أكثر من الفستان الأصفر. وداعاً هذا المكان الجميل، وداعاً هذا المكان الحلو. كانت ساعات سريعة ويوم سريع وليلة سريعة، واستمتعنا كثير بالمكان، حلو، مغامرة حلوة، تخوف في الليل بس في النهار مرة حلو وجميلة ورائعة وحلوة. شاركت كلامي؟ شكرا. خلاص نروح نرجع السعودية، خلاص بنروح حقنا المنتجع، بس ليلة واحدة وخلاص بنطلع على المطار. باي 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 باي، مع السلامة، كل شيء حلو، مع السلامة. اوه لو يخلونا نسوي هنا اكل، نطبخ، يصير من جد مغامرة حلوة.